السلام عليكم، كيف الحال يا أحباب القلب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى في برنامج الباور بوينت. اليوم رح نصمم كتاب غايب الروعة أو كتاب تفاعلي، حتى أنه بيشتغل على مفاتيح وعلى أزرار للتقليب بالصفحات أو الذهاب إلى أي صفحة نحن بنحتاجها ضمن هذا التصميم اللي هو على شكل طابع الكتاب. رح نستعين في موقع بسيط لتحميل ملفات البي إن جي. وكيف نطلع هذا التصميم بغايب الروعة؟ قبل ما نبدأ أحباب القلب، تكرما أطلب منكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات لتساهم معي بإيصال الأكبر قدر ممكن من المستفادين من هاي المعلومات. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، فضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد. ولا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف ودعمي على قناة حكاية شغف، أكون جدا شاكر لحضراتكم. ويلا مع بعض لحتى نبدأ على عجل في لقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية. بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت رح أختار شريحة فارغة، يعني أنا بنقر باليمين ومن تخطيط بنختار شريحة فارغة، بتوجه إلى قائمة العرض ومفعل خطوط الإرشاد رح تساهم معي في تموضع الأشكال على الشريحة. رح نتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال رح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة. بنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بهيد المساحة على عجل، يعني يكون معنا بهذا الشكل، وأقلل من انحناء الزوايا معي بهذا الشكل بالضبط. نسحب الشكل حتى يكون معي في منتصف الشريحة تماما. الإطار رح نختاره بدون إطار، أما اللون رح نختار من التعبئة أي خلفية أنت تكون محضرة من عندك. رح أترك في صندوق الوصف الملف للتحميل وبيتضمن مع منه بعض الخلفيات لحتى تساعدكم في التصميم إن شاء الله. فبتوجه إلى التعبئة وبنختار تعبئة صورة أو شكل نسيجي، ومن مصدر الصورة ننقر مفتاح الإدراج. بختار بملف ورح نحدد مكان للصورة. هيدي عندي بعض الأشكال ممكن أستخدمهم كخلفية أو غلاف للكتاب بحد ذاته، فخلني على سبيل المثال أختار معي هذا الشكل وأنقر مفتاح الإدراج لحتى يتم تلوين الكتاب مثل ما أنا شايفين أو غلاف الكتاب بهذا الشكل بالضبط. خلني أعمل له شوية توسيع لحتى تكون معنا مراحل الصفحة جميلة للغاية ومتسع فيها جميلة أيضا للغاية. نضغط على Ctrl زائد D لحتى نعمل شكل تاني منه، بطابق الشكلين فوق بعض البعض. أضغط مفتاح الشيفت وبحرك بشكل أفقي 100% إلى الطرف الثاني لحتى برنامج الباوربوينت يعطيني المؤشرات بالأسفل، أضمن أنه هني على نفس الأبعاد بالضبط. أترك الماوس ومن ثم أترك مفتاح الشيفت. الآن هذا الشكل الأول راح أتوجه إلى التأثيرات ومختار ظل له، وليكن عندي يا ظل إلى اليسار، هذا ظل إلى اليسار، ومن نقص من الشفافية تمام. خلنا نزيد الضبابية شوي والمسافة معنا بهذا الشكل. نفس المبدأ بنقر على الشكل الثاني وبنختار من الظل ظل إلى اليسار، منقلل كمان الشفافية ومنزيد ضبابية شوي والمسافة أيضا بعض الشيء لحتى نحصل الآن على هيدي الجمالية. نتوجه إلى أدراج ومن الأشكال رح نختار المستطيل. رح أنقر مع السحب لحتى أرسم معي مستطيل بهيدي المساحة بالضبط. أختار الألو بدون خط إطار، واللون محتاج يكون عندي إياه باللون الأبيض تماما. منوسع مثلا معانا بهيدي المساحة بالضبط. طيب أخذه حتى إلى اليسار ليكون منضبط معي بهذا الشكل بالضبط. أختار Ctrl زائد D لحتى نختار شكل تاني ونحطه مقابله بالضبط. الآن نفس الشيء الشكل الأول المستطيل الأول بأخذ الألوم أيضا نزل إلى اليسار وبقلل كمان شافية شوي، نزيد المسافة بعض الشيء ورح نزيد الضبابية. نفس المبدأ الشكل الثاني بأخذ نزل إلى اليسار منقلل شافية ومزيد ضبابية شوي والمسافة أيضا شوي تمام. الآن راح أبدأ برسم السلك اللي راح يكون عندي إياه هون، رسم السلك بين الصفحات. فبتوجه إلى أدراج وبنختار من الأشكال شكل بيضاوي الدائرة، أضغط مفتاح الشيفت وبرسم دائرة صغيرة معي بهذا المكان. خلنا نكبر تمام وبسحب على هذا المكان بالضبط. بختار الآلة بدون إطار والتعبئة خليه تكون معي مثلا باللون الأسود. بختار منها Ctrl زائد D لحتى تكون معي بالجهة المقابلة بالضبط، وليكن معي بهذا الشكل بالجهة المقابلة بالضبط. بتوجه أيضا إلى أدراج ومن الأشكال رح ناخذ المستطيل وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بمساحة يعني معي هذا الطول، والارتفاع يكون ضيق قدر الإمكان حتى إضافية. بختار الألوم بدون غط إطار والتعبئة رح نشتغل بتعبئة متدرجة تمام. خلني على سبيل المثال أختار 3 ألوان معنا تمام. اللون الأول بختار عندي يكون غامق مثلا هذا اللون،
واللون الأخير بيكون معي بنفس اللون. اللون النصاني تحتاج يكون لون أكشف من الاثنين، ومناخد معي الاتجاه يمين ويسار لحتى نحصل على هذا الشكل بالضبط. ومن الظل راح أختار له ظل من المنتصف، راح نقلل الشفافية تمام شوي، والحجم أيضا راح نصغره معنا شوي بهذا الشكل يا أحباب القلب. تمام، فينا نزيد الضبابية شوي لا بأس الموضوع، أو نقلل الضبابية ليكون معي مثلا بهيدي الجمالية. طيب راح نسحب معي لهون هذا المستطيل على هذا المكان، بختار كنترول زائد دي يعني نسخة تانية منه، وبضعه أسفل منه بالضبط لحتى نحصل الآن على هاي الجمالية. أحدد الاثنين مع بعضهم البعض، أضبطهم في منتصف الدوائر. الآن بحدد كل هدول الأشكال مع بعضهم البعض، بختار كنترول زائد جي حتى يكونوا معي شكل واحد، بختار كنترول زائد دي حتى يكونوا معي هيئة الجروب، نضع الشكل الثاني أو نسخة الثانية الأشكال بهذا المكان، وبضغط كنترول زائد دي خلنا نصغر لحتى نكرر الأشكال ويكونوا معي مثل السلك الراسور بالضبط على هذا الكتاب. الآن فيني أحددهم كلياتهم وبسحبهم أي كنترول جي كمان، وخلني أسحبهم إلى الأعلى شوي بالضبط. بعد ما قمنا بإنشاء الآن الكتاب معي بهذه الجمالية، رح نبدأ الآن برسم قيمة إضافية على غلاف الكتاب تمام، بحيث أني أنا أضع قلم يكون عندي إياه هون، مظهره رح يكون جميل للغاية. طيب بأحد المواقع هو موقع البي إن جي، هذا الموقع رح أترك الرابط صندوق الوصف، يكفي البحث عن كلمة بن حتى يعطيك أشكال مفرغة للأقلام. أنا بعد ما حملت هذا القلم رح أتوجه إلى أدراج، ومن الصور رح أجي إلى صور من هذا الجهاز، ورح أختار صورة القلم، هذه صورة القلم، وأنقر مفتاح الإدراج لحتى أدرج صورة القلم. الآن راح أختار التفاف القلم للصورة بشكل عمودي 100%. طيب خلني أصغر شوي رسمتنا تمام لتكون معاي يعني مناسبة للكتاب بالضبط معانا بهذا الشكل. طيب نوسع حتى إضافية ويكون معاي بهذه الجمالية. أختار من نسخة تانية راح يلزمني بعد شوي. الآن راح أتوجه إلى إدراج، ومن الأشكال خلني أرسم مستطيل، وبجي على هيدي الحتة اللي هون وراح نرسم المستطيل تماما. تمام المستطيل معي راح يكون بهذا المكان، نقلل من هون شوي وعندي من هون شوي تمام. طيب احد الاشكال اللي رسمناها هون راح اختار نسخ التنسيق ومنطبقها على هذا المستطيل بالضبط لحتى يكون معي بنفس الجمالية ايضا تمام. حتى الظل عندي يا جاهز، راح نزيد فقط بشافية شوي والضبابية برضو شوي لحتى الظل يكون واضح معنا. الان انا محتاج انه الظل يعني انه هذا الشكل يتدخل مع العلاقة الخاصة بالقلم، فكيف ممكن احنا نشتغل هيدي الشغلة بحيث يكون معي الإيحاء نوعا ما واقعي. فبجي الى الرسمة التانية اللي اخذناها، ومن قائمة التنسيق راح نختار اقتصاص تمام، راح نقص كل المساحات لانها مو لازمتني، وبترك فقط العلاقة او جزء من العلاقة معي تمام بهذا الشكل بالضبط. خلنا نوسع ونكبر تمام تمام، اترك فقط هذا جزء من مساحة القلم، وانقر على مفتاح الاختصاص مرة تانية. خلنا نصغر واجيب الشكل عندي لهون، وبختار يكون عندي الى المقدمة. بنكبر الان وبطبق رسمتي فوق الرسمة التانية بالضبط. بعد ما انتهينا الان رح نطلع رسمتنا بشكل كامل من بعيد، رح نشوفها قريبة جدا الى الواقعية يا احباب القلب. الان رح اتوجه الى ادراج، من الأشكال رح أخذ يعني شكل رسومي يكون معي جميل، ولا يكون معي مثلا هذا الشكل، خلنا نكبره شوي تمام، ورح أزيد المساحة هون للأخير لحتى يعطيني هذا الشكل بالضبط. بختار الألو بدون إطار، ورح نلونه في بعض الألوان، أي ألوان أنا ما رح أوقف عندها كتير موضوع الألوان. بأخذ التفاف الألو ولا يكون معي مثلا بهذا الشكل بالضبط، بختار الألو كنترول زائد دي، نقر نسخة تانية بضع بهذا المكان، وكنترول زائد دي، وبكرر العناوين أكثر من مرة تمام حتى يكون معنا بهذا الشكل. هدول المربعات رح يكونوا عندي فيهم عناوين للصفحات اللي رح توجه. لا خلي أنا بس فقط أعمل يعني بالمحاذاة، محاذاة إلى اليمين، هيدي محاذاة إلى اليمين، ومنحتاج يكون عندي توزيع عمودي لحتى يكونوا معي كلهم بنفس الرصف تماما. الآن وأنا محدد كل هذه الأشكال راح أضغط مفتاح الكنترول وبحدد الجلد اللي على اليمين، هذا الجلد الغلاف كامل تمام، وبختار نقل إلى الخلفية لحتى يكونوا معي خلف الصفحة الآن بهيدي الجمالية. فقط كل ما هو عليك أنك أنت الآن تختار الألوان بس فقط لا غير. الآن متوجه إلى أدراج، ومن الصور راح أختار صور من هذا الجهاز. أنا كنت محمل بعض الصور الإنفوغراف، وليكن على سبيل المثال خلني أختار هيدي الصورة
أنقر على إدراج. خلنا نصغرها شوي. من نفس الموقع اللي ذكرت لكم إياه بإمكانكم تحملوا العديد من هيدي الأشكال وتستعينوا فيها في تصميمات الكتب. نفس المبدأ رح نأخذ بعض النصوص من إدراج مربع نص. الآن رح نبدأ بترقيم هيدي الإشارات، هي معبرة عن أرقام الصفحات. من إدراج رح نختار شكل وورد آرت ونكتب النص عنا وليكن 01، هي معبر عن الرقم الصفحة الأولى. خلنا لونه بلون وليكن عندي إياه باللون الأبيض. نختار بولد لألوم، نصغر حجم الخط بما يتناسب مع المكان الموجود فيه وليكن معي مثلا بهذا الشكل. بختار كنترول زائد دي وبنرقم بالرقم 02. ايضا بختار كنترول زائد دي وبنرقم 3 ورح نكمل ترقيم الصفحات على نفس النحو تماما. الآن بعد ما قمنا بتقييم الصفحات معنا بهذا الشكل، راح انقر باليمين على مصغرة الشريحة ونختار تكرار للشريحة. أنا بشريحة رقم 1، أنا محتاج لما انقر على رقم 2 ياخذني لشريحة رقم 2، فلهيك راح نجي إلى مربع النص، بنقر على حواف المربع وليس على رقم 2، على الحواف. ومن إدراج إعداد الإجراء راح نختار ارتباط تشعبي إلى الشريحة رقم 2 ونختار موافق ومن ثم موافق. الآن الشريحة رقم 2 اللي أنا فيها، أنا محتاج لما أنقر على رقم 1 يرجعني للرقم 1. الرقم 1 نفس المبدأ من إجراء، بختار ارتباط تشعبي إلى الشريحة رقم 1 ومن ثم موافق ومن ثم موافق. الآن بشريحة رقم 1 رح أتوجه إلى انتقالات، ومن الأشكال الخاصة بانتقال بين الشرائح رح نختار نحن ثني الصفحة، ثني الصفحة لحتى يكون معنا بهذا الشكل، وبختار يكون مزدوج إلى اليسار لأنه الطابع رح يكون معي لهذا الكتاب إنجليزي. أما إذا كان لغة عربية بتختار التقليب إلى اليمين. نختار تطبيق على الكل. قبل ما نشغل العرض بتوجه إلى قائمة عرض الشرائح. من إعداد عرض الشرائح نختار نحن مستعرض دون مراقبة من الشاشة، بحيث أنه يكون عندي تقليب الصفحات مرتبط فقط مع هدول المفاتيح. رح نشغل العرض حتى نشوف معينة. لما اختار الصفحة الثانية هو رح يخدني على الصفحة الثانية وبرجع على الصفحة الأولى. الآن رح نجي إلى الصفحة الثانية وخلني نحن نعمل بعض يعني بعض الأشكال، وليكن على سبيل المثال رح نغير الأشكال مشان تبان معنا أنه نحن الآن بالصفحة رقم 2. تمام؟ طيب الآن نرجع للمعاينة، رح نشغل العرض ورح نشوف نحن الآن بشريحة رقم 1. لما أتوجه إلى الشريحة رقم 2 اللي هي الصفحة رقم 2 وبرجع إلى الصفحة رقم 1 معنا بهذا الشكل بالضبط. بنفس الطريقة على الشريحة رقم 2 أنقر باليمين وبنختار تكرار للشريحة. نفس المبدأ نحن بشريحة رقم 3، محتاج لما أنقر على 2 يأخذني على 2 ولما أنقر على 1 يأخذني على 1، فبتوجه إلى إدراج ومن إجراء رح نختار رجعني ورح نختار العودة إلى الشريحة رقم 2 ومن ثم موافق وموافق، وبرجع بختار رقم 1 وكمان بختار إجراء ونقول له كمان رجعنا إلى الشريحة رقم 1. طبعا هذا الإعداد كان موجود مسبق. تمام؟ طيب الآن بالشريحة رقم 2 فقط رح أضيف أنه أنا رجع أخذني إذا حبيت أكون موجود بالشريحة رقم 3. تمام؟ فقط أنه هذا الموضوع رح يأخذ معنا شوية تركيز شوية وقت بربط هذه الأرقام بكل الشرائح. تمام؟ بكل الشرائح. تمام؟ الآن أنا بالشريحة رقم 3، إذا حبيت أرجع على الصفحة رقم 2 أو الصفحة رقم 1، ونفس المبدأ إذا كنت هون في عندي ارتباط رح نفعله إذا كنت بالشريحة رقم 1، كمان بتوجه إلى الشريحة رقم 3 تماما. طيب خلنا نشغل ونشوف نفس المبدأ كيف صار معنا الموضوع. إذا حبيت أتوجه إلى الشريحة رقم 3 وإذا حبيت أرجع إلى رقم 1 أو الرقم 2، فوين ما كنت أكون ضمن هذه الشرائح وين ما كنت أكون بإمكاني أنقر على رقم أي صفحة ويتم التوجيه له مباشرة. نفس العملية رح نكررها على كل الشرائح اللي راح نرجع. فأنا لازمني أو أنا محتاج بهذا العرض يكون في عندي 9 شرائح مثل ما أنا شايفين، فرح نضيف 9 شرائح فقط لا غير. 5 6 وهذه 7 8 وعندي 9، هذه عبارة عن 9 شرائح مثل ما أنا شايفين. بكل شريحة لازم أعمل ارتباطات لكل الشرائح البقية ونغير فقط المحتوى فقط لا غير لحتى يكون العرض التقديمي جاهز معنا ل اظهاره امام الناس وامام الجمهور ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله بهذا اللقاء اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. رابط الملف رح يكون في صندوق الوصف لحتى تستفادوا منه. اي استفسار واي سؤال اي احتياج ساهموا معي في التعليقات، ولا تنسوني من دعمكم لحتى نقدر نقدم المزيد. القاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.